نظم فريق سند التطوعي التابع للجمعية الكويتية للإغاثة فعالية تحت عنوان سندكم بمناسبة اليوم العالمي للتصلب اللوحي المتعدد الذي يصادف في 30 من مايو سنوياً. جمعت عناصر التعليم والتوعية المجتمعية بهذا المرض إلى جانب نشر أجواء البهجة والتفاعل بين الحضور، وتضمنت الفعالية ورشا فنية وترفيهية لاقت تفاعلا إضافة إلى ديوانية تجمع منتسبي الفريق وذويهم والمهتمين بهذا المرض لتبادل المعلومات ذات الصلة. Today we are in Sanad Carnival. شكرا من قلب 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 قلبي لأنكم حققتوا هالحلم الكبير. صدق إني مريضة أمس بس الحمد لله أنا أحب مرضي ومرضي يحبني وأمورنا طيبة. اليوم العالمي للأم أس نقيم كرنفال السعادة، كرنفال سنتكم للأبطال المصابين وعوائلهم في أرض المعارض مشكورين. فعالية جميلة حق كل العائلة بعيدة عن المرض وبعيدة عن أجواء الأعراض اللي نعيشها. اليوم هو يوم عائلي ودود يجمعنا مع حبايبنا وفي فعاليات متنوعة مسابقات وورش. Here is a room for solidarity. A room for creating awareness for many issues, but most of all the MS diseases. So we want all the sick people from MS, which is a very difficult process for them and for their families also, feel they are not alone. So I recommend them to reach like people, reach those who can understand them better, those who walk from the same path before. So here in the Sanad society, the volunteers are doing this very important mission. احنا كلنا هني موجودين عشان التوعية، موجودين عشان المصابين، على اساس نخفف عنهم التعب، نخفف عنهم المعاناة، ان احنا موجودين لكم، نسمعكم، حاسين فيكم، نبيكم تعيشون وتردون حق الحياة، ان المرض مو عائق ولا راح يوقفكم، وان احنا معاكم نسندكم ونعين وايد تعين وتعاون على اساس تستردون الحياة وحب الحياة. معاكم علي خليل خلف، مصاب ام اس، صار لي فوق العشر سنين قاعد اخذ علاجات، ولله الحمد علاجي متوفر بالكويت. اوكي في ضغوطات بالحياة، في صعوبة، في هذا، بس كل شيء قاعد يتسهل. ولله الحمد فريق سند مو مقصر معانا بشيء، يعني مبادرة انسانية هي من عندهم. يمعونا وطلعونا وونسونا وكل شيء ولله الحمد. أهم شيء بالنسبة حقي العكازة، هذه العكازة ما احتجتها إلا بعد ما صار لي حادث السيارة واندعمت وانكسرت ريلي وأمور وايد، بس الحمد لله الله سبحانه وتعالى سهل الأمور وسخر لي يا ربي الدكاترة والنعم فيهم كلهم، وسخر لي الحمد لله كل شيء، علاج طبيعي وهالسوالف، وأنا مستمرة وخلصت. أنا أشوف نفسي أني خلصت العلاج الطبيعي والحمد لله. أنا يعني في البيت ما أحتاج العكازة ولا أمسكها أصلا، الأمور طيبة. سجني مريضة أمس بس الحمد لله أنا أحب مرضي ومرضي يحبني وأمورنا طيبة. كل المصابين أبطال وكل المصابين قادرين على أنهم يتجاوزون الشيء اللي يعيشونه في داخلهم، لأن الضعف هو الشيء اللي بس موجود في داخلنا، بس القوة هي اللي تغلفنا كلنا، وكلنا نقدر أن احنا نتجاوز مهما كان المرض صعب ومهما كان اللي قاعد نعيشه ثقيل، بس في باب جميل يطلعنا حق حياة أحلى. وبإذن الله تعالى الكل ما قاعد يظل في هذا المكان المزعج بالمرض، الكل إن شاء الله قاعد يتجاوز ويروح حق مكان أحلى بعد أي انتكاسة أو أي تعب يعيشها مع الأمس. فعالية جميلة حبيتها، وحبيت اللون البرتقالي، بس أنا اليوم طالعة مو حاسبة حساب إني أي مني، بس البنات إن شاء الله ما يقصرون بالبرتقالي. وايد حلو لأنه برتقالي. ديروا بالكم على نفسكم، دائما كونوا بخير، وإحنا دائما لكم سند.